الخامس من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. معنا تقول الجواب على قوم إنال كقوم إنقول نيلان ساكتين قوم إنقول ناس إنما نيلان ساكتين نهو بتكرمك واتبع وميد خروج الروح وقبض الملائكة لها يلتقول وانكي نتنك وانكي يتقول ملائكة وانكي نتنك وانكي صعودا بها للسماء معنا يوم نقول روح نتنك وانكي كأسمكت يسمع قرعن عالهم بعد الدفن معنا سأتي سرامة ونناي هون كان دي أربع سورة قلب ما نسويه في سورة ما هكذا سك أبور ماكو. سؤال الملكين عن الأصول الثلاثة. قمت إنكاري أن ملاك إن دي لاند تنتان كإمر لاند إنتاتي وني هم الجمعة هم الدين هم النلار معه. نعم عذاب القبر نعيم القبر. قمت إنكاري نعم اللي كونت القبر كجمع لت كونت القبر كذا. البعث بعد الموت. قمت إنكاري وعندما إمي تقول باو ميد المحاسبة الحساب حساب الخلائق. حسب أوركاري قمت إنكاري. والجزاء. نجد وانا دي امو اندو الجنة والنار مانا اوتي يوب الجنة وانا دي امو اندو كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر كلماكو وانت باو ميدة انو فوناتي قمت نقول نياند دارنغان والله أعلم.